الذين يطالبون بنقل مفوضية البرلمانيين اثنين هذوم، وأيضا أحمد المسماري ولا لا؟ أحمد المسماري طالب بنفس الشيء، طالب بنقل المفوض على طول في 5 دقائق بدل ما يهتم بالدماء بالشهداء، وبعد 2 3 أسابيع يا سيدي صرح يقول نبوء المفوضية غد، لكن على طول الناس ما زالت تبكي ومصدومة والبلاد مهتزة ولا لا؟ وتسقطوا ضحايا أبرياء، يعني في ثمرة كما ذكرت من ثمرات 17 فبراير، ما فيش عقل لا سياسي ولا عقل اجتماعي، غباء اجتماعي منقطع النظير وغباء سياسي. أما مقترح نقلها إلى بنغازي فأنا عندي اقتراح أن يبنى مبنى رائع جميل جدا في شارع الزيت للمفوضية، أو يبنى في وين ما في المذبح بتاع الأبيار يحولوا الجثث ولا لا ويبنوا مبنى غادي، ولا في جرنادة ولا برشس. هي لجنة الدستور مشت للبيضة، البيضة أعمل من بنغازي 1000 مرة، ومع ذلك تعرضت لما تعرضت إليه.